كشف استطلاع للرأي عن ضعف رضا المستخدمين للاتصالات بالنمسا خاصة في شبكة الجيل الخامس لسرعة الإنترنت. وأظهرت النتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة بيرينج بوينت للاستشارات التكنولوجية أن 17.4% فقط من النمساويين راضون عن خدمات الاتصالات، وأعرب 11.9% عن رضاهم بخدمات الهاتف الأرضي، فيما تبين أن 22.8% فقط من النمساويين يستخدمون تقنية الـ 5G مقارنة بنسبة 26.8% في أوروبا. وأنتم كيف تقيمون سرعة الإنترنت وجودة الاتصالات في النمسا؟ اكتبوا لنا في التعليقات عن تجربتكم وكيف تجدون خدمة الاتصالات. كانت هذه نشرتنا اليوم، تقبلوا تحياتي وكادر العمل، ولا تنسوا تحميل تطبيق فوجراد على هواتفكم. كنت معكم أسامة، وإلى نشرات أخرى.